اللهم صل على محمد، خير من خلقت، وأفضل من أدبت، وأحسن من أرسلت. اللهم صل وسلم عليه تسليما كثيرا. اللهم كما أرسلته لنا فاجعله قدوة لنا. اللهم ارزقنا بجواره، وارزقنا بصحبته، وبالتوفيق إلى سنته واتباعه، والسير على طريقته، والتأدب بأدبه، والتخلق بأخلاقه. يا رب حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا، وزكي نفوسنا فأنت خير من يزكيها، وطهر قلوبنا وهديها. يا رب نشكو إليك طبائع قد ساءت، وسوء أخلاق، وقلة صبر في المعاملات. يا رب قل صبرنا فأسأنا، وقل حلمنا فتملك الغضب منا، وكثرت الغيبة والنميمة والكلمات البذيئة. يا من أدبت نبيك محمد أدبنا، يا من رزقته بالحلم ارزقنا، وأتيته بالصبر فصبرنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب نشكو إليك بيوت المسلمين امتلأت بالصراخ والظلم والعقوق والشياطين، تلاعبت بالقلوب. يا رب أنزل علينا في هذا اليوم المبارك بعفوك، وأفض علينا بحلمك، وأنزل على بيوتنا برحمة من رحماتك، تهدي بها ضالنا، وتؤدب عاصينا، وتهذب ألسنتنا. اللهم ارزقنا بغض الأبصار عن المعايب، وكف الأذى عن الخلق، وطهارة اللسان من فحش الكلام، وكتم الغيظ عند الغضب. يا رب ضاقت الصدور فاشرحها، وظهرت العيوب فاسترنا، وقل صبرنا وحلمنا فتملك الغضب منا. يا رب ارزقنا بحسن الظن حتى لا نظلم أحد من خلقك، وارزقنا بعفة اللسان حتى لا نؤذي أحد من خلقك، وارزقنا بالحلم حتى لا نتعجل فنخطأ، وارزقنا بالصبر عند الغضب حتى يسكن، وارزقنا بالقدرة على كبح النفوس حتى لا نندم. يا رب أعنا على تأديب أنفسنا وتأديب أولادنا، واجعلنا قدوة حسنة لهم، وأنزل رحمتك على بيوتنا، وجمع شملنا، واهدي قلوبنا، واصرف الشياطين عن بيوتنا، فإنه لا يهدي إلى أحسن الأخلاق إلا أنت. اللهم حسن أخلاقنا لنلحق بجوار نبينا، وأدبنا بما أدبت به أنبياءك، وطهر ألسنتنا من المعايب، وارزقنا بالعفة عن الحرام. يا رب احفظنا من شر الوساوس واستفزاز الشياطين وسوء الظن في العباد، وارزقنا بالصبر الجميل وسعة الصدر والقول السديد وحفظ اللسان والكرم والإحسان. يا رب نسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، ألا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. أنت القادر على تزكية النفوس فزكها، وأنت القادر على القلوب فاربط عليها. أنزل علينا برحمتك لنتراحم، وأنزل علينا بعفوك لنتسامح، وأنزل علينا بصبرك لنتغافل. يا رب ارزقنا بالفهم حتى لا نتعجل في الحكم، فلا نسيء الظن في الخلق، ولا نؤذي أحد منهم. يا رب من علينا وعصمنا من بذاءة اللسان، وطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة، وعصمنا من الهمز واللمز والسخرية بالخلق، وسكن غضب قلوبنا حتى لا نؤذي أحد من خلقك، وأنزل الرحمة على قلوبنا لنتراحم. اللهم صل على نبينا أفضل الأنبياء، كان خلقه القرآن ورحمة للعالمين، فصل عليه دائما وأبدا، وجزه عنا خير الجزاء، وبلغه منا السلام.